السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، حياكم ورحب بكم الحلقة، نقول إن شاء الله الأخيرة للعبة رائعة، ولكن كان ودي القصة تكون بشكل أجمل من هذا من ناحية آخر مهمة. الحلقة الماضية قعدنا ساعتين ونص نحاول بس نقضي على النزاعات، وليتني طردت حزب الفيث كيبرز اللي اسمهم المؤمنين بدال الصداع ذا كله. هنا لعبت ساعة خلف الكواليس أحاول أرجع السمعة بس عشان أكسبهم كلهم كصوت مهم في مجلس الشورى لتمرير قرار السلام، ولازم سمعتي تكون مع الأحزاب. مكتوب 2/3 ثلثهم، يعني ثلاثة منهم أو اثنين على الأقل تكون سمعتهم كويسة يصير يوافقون على هذا القرار. وهذا النداء الأخير، والبيادة to the agenda and the last vote for it will take place. You will lose if this vote fails to pass the law. راح أخسر قدامكم عشان بس نوريكم كيف أن اللعبة صعبة. حتى لو أجيب ناس معي هم في اثكيب بس طبعا او الفرست لاندرز، لن استطيع جمع عدد اصوات كافي. ما يعني انه في جميع الاحوال حيحدث الاقتتال ونخسر بالتصويت بيسك. ما حد يبي سلام اثنين بس. The proposed law has been rejected. تم طرد الاستوارد من القيادة عشان بس تشوفون كيف مو دائما لازم تكون رحيم ومو دائما لازم تكون مؤدب، احيانا لازم تكون حازم وقاسي حتى لو كان القرار قاسي بنظر البعض. اعزائي المشاهدين، اشكر كل من تابعنا في هذه السلسله الجميله اللي استعرضنا فيها الشيء الكثير، واعتقد انه غير صحيح انه كان عندي فرصه حقيقه يعني انقذ التختيم بعد سقوط الحلقة هذيك اللي هي الثامنة. بدأت النزاعات وكان عندي ساعتين ونص حقيقة أمرر كل الطلبات حقتهم، كانت طلبات كثيرة جدا ومرهقة، وأرهقت نفسي في هذا القرار اللي هو الريكونسيليشن. كان بالإمكاني أني بيسكلي يعني أطرد الحزب بدل ما أقعد أسوي سلام ومدري إيش وكلام فاضي. فلو تلاحظون متى هو كان الأسبوع 717، لو نجي عند كابتر 5 716 بالتحديد أعتقد بدايته يجيك هذا القرار، هل تختار طرد المؤمنين نتيجة أنهم ذبحوا قائد الإيفولفرز حزب المتجددين اغتالوه. وأنا رحت واخترت كلام فاضي، فخلنا نشوف من جديد وش مفترض أننا نسوي وش مفترض تكون نتيجة. هنا مرة ثانية قائد المؤمنين اغتال قائد الإيفولفرز مع بداية الشوط الخامس أو القصة الخامسة. أعطوني خيارين صراحة، ثلاث خيارات، انك تطرد المؤمنين او تسوي سلام. يقول لك compromise however difficult to achieve، يعني مو صعب انك تفوز بهذا الشيء الثاني. انا حبيت يكون في تحدي شوي واشوف كيف اقدر ذا، بس صراحة كان جدا صعب. enforce order وانك انت توحد المدينة ككابتن جديد، هذا ايضا اصعب شيء يعني في اللعبة، فالاسهل هو الخيار الاول صراحة.
فكان مفترض نطردهم ونفتك. اوكي، ونفس الشيء لو اخترت هذا الخيار ما ادري ايش كان بيصير. فلو نطالع الحين اعتقد Red the city of the faith keepers at large. عندك 6622، كم واحد هاجر، كم واحد قتل، وكم واحد تم القبض عليه. وعندك مهمتين، انك تنهي مهمة النيو هوم بيت جديد، تبني لهم مدينة جديدة، مدينة رابعة اعتقد هذه بالضبط. تسوي هنا كولوني تطردهم فيها. لازم نهدى اللعب. ونعيد يعني الدفة من جديد يا حبيبي. نحمي الناس، نقمع القتال، ونسوي سلام اجباري او سبيد ريفولفرز فيكتوري. خلي الباوز يفوزون، يذبحون المؤمنين ذول المجرمين. عندهم مؤمنين ذولا طبعا. عشان ناخذ نقاط حمايه زياده نحتاج اعزائي المشاهدين سجون وأبراج. شبون ذولا؟ طنشهم، طنش المؤمنين. نزلنا القتال. موارد ممتازة. طيب الأبراج انبنت، تنبني الحين. يا سلام سبيد فيكتوري، اقضوا عليهم.
لازم نقضي عليهم بسرعة. هل في شيء حسن إنتاجية الفخار عزيزي مشاهدين؟ فخار وبريفاب بعد. استمر نفس البعثات الاستكشافية أعزائي المشاهدين. طيب outpost operation stronghold increased. يبي ناس يساعدونا في تمرير هذا القرار لانه قرار رهيب دون ما نستخدم الفيتو لانه يطيح السمعة. ونحاول بدل ما ننهزم في هذا السلسلة نفوز يا شباب. The votes are in, the measure passes. انا انهزمنا already لكن بنذوق طعم الفوز. الأوضاع تحت السيطرة، لندن تحت السيطرة يا صاحبي. The delegates have reached a decision. A new... You have to put an end to all pitched battles in your city. Civil war will start again if we take too long to resolve the entire conflict. لا هدي عليك. طيب ف حاليا قتل 26 ما هجرنا اي احد وما قبضنا على اي احد، لذلك يجب علينا بسرعة نبني لهم البيت الجديد. بيننا 10 بعثات استكشافية زي المشاهدين. فمبدئيا نودي الاكل مكان ثاني، هنا الاكل رايح فيها، نجي نضغط على ذا قل بالله ودي الاكل هناك عند وينتر هوم، لا زال الاكل رايح فيها، نجي نضغط كذا نرجع ولا ايه ان شاء الله. يعني عموما
هذه قرية الله يشفيها. شيك على الأولد ريدنوت، أولد ريدنوت داعس. بس بنستمر كذا يعني، ما نبي نزعل أحد، ما نبي ذا. عينك على العداد اللي فوق هذا، مش الوقت أي شيء يخلص على طول. هذونا بنجلد أبوهم، قل لهم يعطونا فلوس، هات فلوس. 1227 طلعوا برا المدينة، 1227 من 6000 نزل إلى 5300. طرد أبوهم، نعطي الفلوس اللي أخذناها لذولا. تعال اقتلوهم، اقتلوهم. اقتلوهم حيث ثقفتموهم. لما الداعش خلهم يقبلون. حطم ذا يا رجال، مباني فاشلة، قلنا هاي داعي. هنا في موارد، نحفر شوي. تم الداس، قتلنا منهم ناس. حزب كامل سيتم إبادته أعزائي المشاهدين. Cleanse the wound، path of banishment، طريق طرد حزب المؤمنين. ممكن نقنع ناس منهم الآن يطلعون. فأندو مانداتوري مارجز، نوقف هذا القانون عشان حسن السمع مع الفولفرز. أو many among them are unaware of their flaws، فنطردهم. أو نحسن علاقة مع الفولفرز. نفترض نحسن علاقة مع الفولفرز صراحة. All sightings of hostile forces must be reported to the nearest guard. يلا زيد عدد الحراس، 104 حارس يا حبيبي، المدينة كلها حراس. طيب انتاجية الأكل، promoting adaptation يا حبيبي. وقونا نزيد الهيتنج، مبنى مهم صراحة ذا. هذا بعد 5 أسابيع راح يتوفر. عندي شيئين لازم اركز عليهم. المهم خلصت اول عملية بحثية عشان نبني المدينة الجديدة. وين ارسلنا الشباب؟ احنا هنا صح. ام باك ليتر. اوه يا سلام. ريبير ذا هيتنج، كريت ا فود هارفستنج سايت، ذا هوت سبرينج ويل بي بليزد اور تيك ذا مشرومز. صلح ذا المكان. 250,000 اكل يا الساتر. طيب في الأولد ريدنوت الأكل 102. أوكي نسرع لذيك المدينة وينتر هوم. مبروك عليكم الأكل الجديد. كيف؟ إذا في إمكانية نوسع البيوت.
نرجع لكم. شو اسمه؟ ايبكس وركرز. ايبكس وركرز يقول دمر القانون ذا. لا يا اخي ليش يا اخي؟ والله رهيب ذا القانون. من اللي يبينا نوخر ذا؟ هذا رهيب ذا مكتب البروباغندا. The delegates have spoken. The law is tabled. طيب ما بيت جديد سيتم ارسال نبلاء المؤمنين للعيش هناك اذا استطعنا اثبات ان هذه المدينة قادرة على تطوير نفسها بنفسها حيجون ناس زيادة من المؤمنين وينقلعون في هذه المدينة بالتالي ensure it can meet its own needs لازم طبعا يكون عندهم الاشياء الاساسية مجاري بنائها تم طرد الفيث كيبرز ومستوطنين ايضا مع الفيث كيبرز الذهاب الى هذا الموضوع او ممكن نخليهم هم يعيشون فيها يعني راحتهم محتاج حي صناعي هنا يطلع فخار وسع الحي السكني نطلع الفحم اللي هنا في حمولة 50,000 موارد أخذها أكل من اللي يحتاج أكل شباب هنا فل بعدين طيب ناخذ 400 عامل زيادة ولا كور وبريفاب والله الكور مرة مهم صراحة ثلاث آلاف نوستلاندر و2000 نيو لندنن لندنيون جدد أو ممكن نسوي حاكم جديد هنا أنا أقول تعالوا بس كان جدد حياكم الله معانا
لقينا كهف هنا يحتاج 10 مال. ايضا ممكن ناخذ ناس زيادة هنا. ايضا ممكن نستمر باعمال البحث نجيب اكل زيادة. اوكي السلام. بعدين ناخذها ناخذ فروست لاندرز جديدين. هذه ما ادري هنا ناس يعني الزبد يمكن يبينا مستكشفين جدد. اوكي راح نعوض عدد السكان بالسكان اللي لقيناهم الجدد. ما ادري اذا تمت بناها لسه. زيد استخراج موارد نعوض هنا. صار في فهم. طيب فيس جروب اول المؤمنين المطرودين الى مدينه جديده يوصلون. To the faith keepers bound for Windward Moor. We can build a house, but you must make it your home. طيب هنا حزبين، حزب المؤمنين وحزب البنائين. مدينه رهيبه ذي. كيف عرفت يا ركان انها رهيبه؟ يا كل الموارد اللي احتاجها. وش نبدأ بايش؟ ما احتاج حتى تفكر يا صاحب، ارسل لي موارد او ممكن نسلمهم للمدينة بس ما نسلمهم. خلينا نوقفهم على حيالهم. ناخذ الفائض اللي بلندن الجديدة. يلا يا صاحبي. في رياح عاتية يعني. أعطيني بريفاب. Let them go, a new home. Steward, many evolvers wonder why we are devoting precious resources. ليش نعطي موارد خاصة للمؤمنين؟ خلهم ينقلعون. ممكن نسلمهم المدينة الآن أو improve conditions first. وممكن بعدين نسلمهم المدينة بأي لحظة. ما في عجلة يا صاحبي، مستمتعين. نحتاج بريفاب.
حقيقة في أشياء كثيرة تجيب لنا بريفاب. هذا يعطيك 20 بريفاب بالأسبوع. ريمودلد بريفاب فاكتوري، لتري اللي مصنع بريفاب. لكن أيضا أذكر هنا في مصنع، يعني في مخازن بريفاب، بس يبيلك بريفاب 200. هنا عندك 2، عندك 400 400 400 400. أعتقد هنا أيضا في بريفاب. صاروا 5000 واحد. نرجع لهنا، انطردون انتم ولا كيف؟ مدري، خلينا نعطيهم بس بيوت. بدأ المؤمنين يأخذون أسرى. طبعا أكيد ندخل أو طيب ما نبغى الناس يموتون، نحرر الأسرى بخشم الريال. في شيء مطلوب مني هنا صح؟ ادفانسد مدري ايش ذاك، بحوث. اوكي خلاص، لس بروبوزل. ما في احد. طيب ما احد راح يوافق، الكل يبي موارد كثيره. The votes are in. The measure fails. بيزعلون لندنيون. اقتلوهم. هذه فرصة نحسن السمعة مع الشباب. ما فيهم فايدة ذولا. ذبح فيهم. الله ما في الا حراس قبضون فيهم. ستيوارد.
من أدناهم جلد. زول فولفرز دع سولة خشم ذولا. طردنا ناس تم السيطرة على الوضع من جديد. طيب end all trade with wind war more. ما طلبت شيء يا صاحبي. خلاص لبينا مطالبهم، اعطناهم كل الاشياء اللي يحتاجونها، اعطناكم سكن، اعطناكم مخازن، ذبحتونا وذبحناكم. انقلعوا. Steward, you have proven wind war more can provide for the needs of a modernized size community, modern, moderate size community, مجتمع متوسط. Seeing this, roughly half of the faith keepers have already departed. نص المؤمنين طلعوا ليبنون بيتهم الجديد، ولكن اللي باقين يخافون أنه ما رح يكون في إمكانية كافية للنجاة ضد الإعصار القادم، فما رح يطلعون من حالهم. إذا لبينا جميع المطالب الكل راح يطلع، مثل أننا إيش نعطيهم كمية كبيرة من إما النفط أو الفحم أو نطنشهم. فحقيقة ما أدري، ممكن نعطيهم وش اللي متوفر أكثر شيء. حقيقة ما أدري شو متوفر أكثر شيء، النفط أو الفحم، ما عندي علم صراحة. إذا هذا خيار جميل لازلت طيب، ما أدري صراحة. فين إنسانية؟ لكن إذا هذا الشيء بيساعد إن نتخلص منه بشكل سهل ليش لا؟ صح؟ أنا أعتقد عندي فحم أو حتى نفط بكميات كبيرة. خلينا نروح النفط. 10,000 ولا 100,000؟ 100,000 ساتر. سهلة. أول شيء يبي لك مخزن يشيل 100,000. بسك لمخزنين. وننقل لهم الموارد كلها. بدأ يطلعون المؤمنين. زعل اللندنيون لأن ما لبينا مطالبهم. لكن هذا بيسعد الفروست لاندرز. كم عددهم الحين؟ 3% من عدد السكان. مرة صاروا قليلين. هجدناهم. بس نسمع مع الفروست لاندرز. ما في ريسيرش. ريسيرش ماتيريالز
البريفاب انا عندي مشكلة فيه من اول. يمكن ما راح نقدر نبنيه هنا، نبنيه هنا. ليفابل نيو هوم. ألف واحد طلعوا من المدينة أيضا. كم تتوقع باقي الآن؟ اختفوا. أوبي أوبي أوكي. إذا لازم أخلص مهمة نيو هوم. فينش ليفينج ون 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 تو ذا ليث. كيف صار؟ تخزين تلقائي. وش السالفة؟ أدري. حقيقة يعني شيء فخم. يا ساتر. ظنكم بيمشون هذا القانون؟ لا. هذا ممكن يمشي ايضا؟ لا. طيب. يعني شلون؟ اعطيناهم كل شيء، اعطيناهم وطن، اعطيناهم وكنا مره طيبين. You have succeeded and generously وبكرم شديد ساعدت خصمك بانه يكون يعني يتفوق على غبائه وبالتالي يطرد برا المدينه. The city stands. استمر مدينتنا الزام شديد. لم تسقط المدينة. وقفنا مع الفولفرز، طردنا المؤمنين. اللندنيون مبسوطين بالتغيير والكل يتكاتف ويتعايش ويستمر. أشكر كل من دعم السلسلة أعزائي المشاهدين، تحياتي لكم جميعا. نشوفكم إن شاء الله خير في حلقة أخرى، مقطع آخر، سلسلة أخرى. مع السلامة.